بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الأستاذ سامح عاشور، نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، أهلا ومرحبا بكم في الإسكندرية وسط أخوتك وعشيرتك وفي بلدكم المحبة لكم. أهلا بكم ومرحبا بكم في الإسكندرية العريقة بأبنائها المخلصين. أهلا ومرحبا بالإخوة الأفاضل أعضاء مجلس النقابة العامة وجميع المرشحين على مقعد النقابة العامة، أهلا بهم جميعا في بلدهم الإسكندرية. تحية عظيمة لكل الحاضرين ولكل القامات العالية التي حضرت وكل من آثر على نفسه الالتزام بالحضور في هذا اللقاء الكريم. إننا نعلم أن اليوم يوم عمل، وكل منكم كان لديه عمل اليوم، ولكنكم آثرتم الحضور واللقاء بمعالي النقيب سامح عاشور واللقاء بأعضاء مجلسه الموقر، فتحية تقدير لكم وأشكركم بكل حب واعتزاز على ذلك. معالي النقيب العام، رجل الإنجازات، رجل الإنجازات، الإنجازات التي تمت على مدار عهدكم الكريم، الإنجازات التي تمت في هذا المجلس الموقر الذي انتهت دورته، هذا المجلس الذي له منا كل تحية وكل شكر وكل تقدير، كل واحد باسمه، مجلس النقابة العامة الموقر الذي له منا كل التحية والتقدير، حيث أنجز هذا المجلس ما لم يكن موجودا في نقابة المحامين منذ أن أنشئت عام 1912. إنجازات عديدة تمت من أجل المحامين ومن أجل صالح المحامين، بداءة معالي النقيب الرجل الذي كلف وكان من بين لجنة الخمسين، والذي شارك في إعداد الدستور المصري، والذي شارك في العديد من الأمور التي تهم المحامين، وإلى أن وصلنا إلى تعديل تم بقانون المحاماة من أجل الصالح العام، ويحفظ للمحامي قيمته ويحفظ له كيانه وكرامته. إن الإنجازات عديدة منذ أن بدأت التنقية في أول 2017، ونحن جاهدنا جهادا مريرا كأعضاء ونقباء فرعيين في كافة النقابات على مستوى الجمهورية مع هذا المجلس الموقر، وقد جاهدنا جهاد مرير إلى أن تمت التنقية بعون الله الذي كان يطالب بها الجميع منذ سنين عديدة، إلى جانب الإنجازات الكبيرة الأخرى، إلى جانب إنجازات في زيادة العلاج وإنجازات في زيادة المعاشات، إلى أن أصبح المعاش يكون كلياً للمستحق من أسرة المحامي المتوفي بعد أن كان محدوداً. إنجازات عديدة تمت، وإلى أن وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة. بالنسبة لنا هنا في الإسكندرية، وعشان نختصر وعشان تسمعوا حضراتكم معالي النقيب العام، إحنا بفضل الله تعالى إحنا مقدمين طلب لمعالي المحافظ الإسكندرية عشان شراء قطعة أرض بجوار محكمة الاستئناف إن شاء الله، ليقام عليها صرحا لنقابة المحامين بالإسكندرية، ومعالي النقيب وافق مشكورا أن نشتروا هذه الأرض
شراعا باسم نقابة المحامين إن شاء الله تعالى، إلى جانب نادي المحامين بجليم الذي تقصر عليه الأقاويل. فإن شاء الله إحنا كنا مجتمعين قريب مع التنفيذيين بتوع نادي المحامين في جليم، وبإذن الله تعالى سوف يفطر رمضان جميع المحامين بنادي المحامين بجليم بإذن الله، وهيكون قد انتهى بإذن الله، وستسلم إلينا المرحلة الأولى، وسترون إن شاء الله رؤى العين نادي المحامين بجليم بإذن الله تعالى. والشغل حاليا مضغوط جدا جدا، وبإذن الله سينتهي قريبا. وأشكر حضراتكم جميعا